أعزائي المشاهدين مشاهدي برنامج حراس الوطن، مساء الخير عليكم في الوطن العربي من قناة مصر البلد. هنتكلم في موضوع يمكن من وجهة نظر الكثير أنه قد قتل بحثا، وهي زيارة بوتين. زيارة بوتين كان لها تفسيرات كتيرة، كان لها نتائج عظيمة، كان لها لما قالت بعض الصحف أن هو لقاء بين رجال المخابرات، كيف يتم وضع نقاط للاستفادة على المستوى العام وعلى المستوى الخاص. زيارة بوتين لمصر كانت لها أكثر من أهمية، كلنا عارفين مشروع الضبعة اللي هيعود على المصريين كلهم بنتائج ننتظرها، هو وضع خطوات في مشروع الضبعة، أيضا بحث موضوعات سياسية على المستوى المحلي سواء كانت ليبيا أو سوريا أو فلسطين. أهم ما في موضوع زيارة بوتين هو في الحقيقة الموضوعات كلها ذات أهمية، لكن تتلاحق طبقا لرغبتنا في المسألة، وهي عودة الطيران الروسي إلى مصر وعودة السياحة إلى مصر. هذا الأسد الذي يحكم مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعمل بفكر مخابراتي، أعتقد كما يعتقد بعض العالمين بالأمور أن هذه الخطوات قد تؤثر سلبا على من يفكرون النيل بمصر. كمان بعد فكرة أو الاتفاق على عودة الطيران الروسي وتنشيط السياحة مرة أخرى، هناك موضوع مهم جدا جدا، وخصوصا أننا دائما في ملف الصناعة ننظر على تصرفات المسؤولين فيه، هناك إقامة أول منطقة صناعية بين روسيا ومصر للصناعة المشتركة. طبعا أنا لما أقول أن هناك سوق ينشأ للصناعات الروسية المصرية، وبأكد أن هناك دعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما من وجهة نظره كرئيس للصناعة، ده هيخليني أرجع وأتكلم في ملف الصناعة تاني. لكن قبل ما نتكلم في الزوايا اللي حابين نطرحها على وزير الصناعة، وأنا بقول النهاردة يا طارق بيه قابيل يا وزير الصناعة، شوف الرئيس عبد الفتاح السيسي لما بيحط خطوة بيبقى إيه اللي مقصود بيها. هتقول لي أنت مقدم البرنامج، أنت يعني عارف أكتر من الوزير واتصاله بالرئيس، إيه اللي مفروض أعمله؟ هقول لسعادتك أي نعم، كلام واضح. لما جينا نبص في زيارة الرئيس قلنا قبل كده لإفريقيا، توقعنا إن وزير الصناعة ووزيرة الاستثمار يبدأهم يجمعهم الملحق التجاري في إفريقيا ويعملوا معارض ويسوقهم للمنتجات المصرية. لكن تاني يوم شفنا المسؤولين العسكريين في مصر راحوا اتفقوا مع المسؤولين في بعض دول إفريقيا وتم تنفيذ الاتفاق على عمل وتصنيع مواد عسكرية، ووقف الكلام لغاية هنا. لم نرى تفعيل من طارق قابيل وزير الصناعة، لم نرى تفعيل من وزيرة الاستثمار دكتورة سحر، وأراد الرئيس أن يترك للمرة الثانية رسالة لهما، فأقام المعرض، معرض التكنولوجيا الأول اللي دعي إليه أكتر من 100 رجل أعمال من إفريقيا. دايما الخطوات اللي بيعملها الرئيس واضحة، لكن أنا مش فاهم ليه من يلي الرئيس في المناصب في مصر ما بيتابعوش المسألة إلا ما يبدأ الرئيس يشاور على الحاجة مرة واثنين وثلاثة وأربعة. موضوع الصناعة يا جماعة واهتمام الرئيس بيه، أنا شايف إن لازم يكون وزير الاستثمار وزيرة الصناعة أكتر اهتمام بالمسألة. أول امبارح أو امبارح تحديدا في المسافة دي بدأت وزيرة الاستثمار تاخد خطوات مع بنوك إفريقيا، بدأت تتعاقد لتنشيط المسألة، ولكن قبل كده كان زي ما بقول لكم زيارة بوتين لمصر اللي وضعت فكرة أول منطقة صناعية روسية مصرية. أنا أعلم جيدا من خلال خبرتي البسيطة في الحياة وفي الإعلام أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنا لا أسوق له، هو شرف لي أن أنا أسوق له، لكن الكلام ده موضوع وموجود عشان اللي بيتكلموا كتير ومش فاهمين حاجة. لما يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي ويجند زيارة بوتين لمصر بثلاث أربع نقاط، قلنا الضبعة، قلنا إقامة منطقة صناعية، قلنا عودة الطيران الروسي، قلنا كمان من ضمن الحاجات بحث الموضوعات الإقليمية في السياسة دول ليبيا وسوريا وفلسطين، أعتقد إن هذه الزيارة كانت لها من الأهمية.
التي تحتاج تعليقات وتعليقات على مدار الشهور القادمة، ونتائج إن شاء الله هنشوفها. مشاهدينا الكرام، تحية لهذا الرئيس الذي يسعى دائما لتحقيق ما يقول. يعني احنا نعرف ان كتير من المسؤولين في مصر بيقولوا ما بينفذوش، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفعل انتهز فرصة، وانا بقول انتهز هنا درجة الوطنية، فرصة زيارة بوتين لمصر، واتفق على اقامة اول منطقة صناعية روسية مصرية. شكرا لسيادة الرئيس الذي يهتم بالصناعة ودائما هو مصدر قوة للقائمين على الصناعة، هو املهم. وعشان كده انا هتكلم مع الرئيس للمرة التانية في الصناعة بعد ما نرجع لكم في فاصل بسيط ونقول ثواني وارجع لكم تاني. مشاهدي الكرام، عدنا اليكم في متابعة لبرنامج حراس الوطن، وبقول النهاردة في نقطة مهمة جدا في الصناعة. ما ينفعش يبقى رئيس الجمهورية يبذل هذه الجهود ويسعى دائما لإنجاح الصناعة، ونلاقي في بعض الثغرات اللي انا يعني مش عايز اقول ان القائمين على الصناعة كوزراء وكمستشارين يقصدوا ان يكون في هذا الاسقاط في الصناعة. النهاردة بنحط ضوء اخضر للصناعة المصرية على مستوى العالم، بنتمسك بشعار صنع في مصر، ولكن هناك نقاط يجب ان نتحدث فيها. رئيس سمح وقال لازم ندعم الصناعة، اللي عايز يشتغل بجد نبدأ نعمل له شهادة مؤقتة، نعمل له لمدة سنة، ويبدأ بعد كده اثناء هذا العام اجراء التراخيص بالنسبة لمصر. لكن مصانع تحت بير السلم اللي بنتكلم عليها، ولما اقول تحت بير السلم بقصد المصانع اللي هي ماشية بدون ضوابط مع الدولة. هناك كثير من المحترفين اللي عارفين ازاي يسلكوا هذا الطريق، ويبدأوا نمرة واحد يؤثروا على سمعة الصناعة المصرية بالمنتجات هي غير محبوكة وغير مضمونة، فبالتالي بيقال عليها صناعة تحت بير السلم. كيف تتم هذه الصناعة وكيف تصل المواد الخام الى المسؤولين عنها؟ هو ده الموضوع اللي حابب اتكلم فيه النهارده مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. سيادة الرئيس، هناك تسهيلات من الدولة لمن يفكر ان يبدأ في مشروع صناعي، يبدأ المتقدم لهذا المشروع انه يحاكي الهيئة العامة للاستثمار، يبدأ يقدم سجل تجاري، بطاقة ضريبية، يبدأ ياخد عقد الشركة، وياخد موافقة مبدئية لإقامة مشروع صناعي. بعد ما بياخد الموافقة دي بيتجه بعد كده للهيئة، هيئة التنمية الصناعية، عشان يبدأ ياخد منهم شهادة استيراد، شهادة الاستيراد للمواد الإنتاج بتيجي من الهيئة العامة للاستثمار. لكن اللي بيحصل انه بينتهز وجود هذه الشهادة، ويبدأ يدخل عن طريق الجمارك المواد الاوليه، ويبدا يصنعها بالطريقه اللي تليق له، الطريقه اللي ما تناسبش فكر الصناعه المصريه اللي عايز يغزو العالم، دون ربط بين هيئه التنميه الصناعيه والجمارك. اقتراح من احد اصحاب المصانع الشرفاء الذين يبحثون عن حل ووجود حلول للمشاكل، وخصوصا مشكله تحت بير السلم، قال ان احنا لو عملنا ربط بين الجمارك وبين الهيئه للتنميه الصناعيه هيكون في عدم خروج المواد الخام
الا بعد موافقه هيئه التنميه الصناعيه عشان ما يستغلش الخطاب اللي طالع من الهيئه العامه للاستثمار في انه يدخل بيه مواد خام ويبدا يصنع تحت بير السلم. الاقتراح مقدم من استاذ عصام دسوقي نائب رئيس مجلس اداره مصنع ايجا للصناعات المختلفه اللي كان لنا لقاء معاه في الحلقه اللي فاتت، وقلنا هنكمل معاه كمان النهارده باقي لقائه، لان في الحقيقه كان لقاء مثمر، حط نقاط مهمه جدا جدا. الراجل مش بيتكلم عن نفسه، بيتكلم عن الصناعه بصفه عامه، بيتكلم عن ما يؤثر سلبا عن الصناعات، بيطرح فكره قدام وزير الصناعه ووزير الاستثمار تحت قياده الرئيس الملهم الذي بدا من فتره ليست بعيده في دعم الصناعه بقوه، في وضع يده على كل سلبيات الصناعه. وعشان كده النهارده هنكمل مع عصام الدسوقي نائب رئيس مجلس اداره مصنع ايجا للصناعات بقيه اللقاء، وهيكون لنا استمرار لهذا اللقاء في الحلقه الجايه ان شاء الله. تعالوا مع بعض نشوف عصام الدسوقي قال ايه. ثواني وارجع لكم تاني. المفاجاه ان احنا اي جهه بتطلب مننا رخصه التشغيل فبندي لهم الرخصه المؤقته دي، بنتفاجئ ان هم بيرفضوا التعامل بيها. اذا طلبت في الجمارك نقدمها في الجمرك يرفضوها. بعض السلع اللي بتيجي من بره بعد مستلزمات الانتاج بيتطلب من المنشاه الصناعيه الحصول على خطاب سعه تخزينيه، ودون بيتم اصداره من مكتب الصحه اللي يبقى المنشاه تابعه ليه. نتوجه لمكتب الصحه للحصول على الاذن دون او التصريح دون، بيطلبوا مننا مستندات، من ضمن المستندات دي رخصه التشغيل. لما بنيجي نقدم لهم رخصه التشغيل المؤقته بنفاجئ ان هما برضو بيرفضوا التعامل عليها. لو خدنا الاثر السلبي للمصانع دي، هو الاول يعني ايه مصنع تحت السلم؟ مصنع تحت السلم ده هو عبارة عن نسميه كان مستورد، الاستيراد طبعا اتوقف باشتراطاته، فبقى بيجيب المنتج لو عبارة عن خمس قطع او عشر قطع المكونات بتاعت المنتج بيجيبها اس كي دي، يعني بيجيب كل قطعة لوحدها وبيجمع القطع دي على بعضها علشان يطلع منتج في مخزن عنده او ما شابه، هنخليه نقول ان هو ده مخزن عنده. طبعا ده احنا بنسميه تحت السلم لان هو لا منشأة صناعية ولا عنده سجل صناعي ولا عنده رخصة تشغيل ولا عنده اي حاجة من الكلام ده. طب ده بيجيب ازاي؟ ده اللي بيحصل ان هو بيقدم على انشاء شركة، بياخد سجل تجاري وبياخد بطاقة ضريبية وبيسجلهم في الاستثمار، وبياخد من الاستثمار شهادة استيراد مستلزمات الانتاج. الكارثة ان بياخد الشهادة دي مدتها خمس سنين. احنا كمنشأة صناعية ما بناخدش الكلام دوت. بيروح للتنمية الصناعية وبيقدم على طلب بإنشاء مشروع صناعي. الطلب ده هو بيكتب فيه كل المنتجات اللي هو عاوز يكتبها، لو كتب ان هو يصنع بني ادمين مفيش مشكله. بياخد موافقه مبدئيه باقامه مشروع صناعي، بناء عن الموافقه المبدئيه دي بياخد من الهيئه العامه للاستثمار بطاقه استيراديه بمستلزمات الانتاج. من خلال البطاقه الاستيراديه دي بيتعامل مع الجمارك وبيجيب المكونات بتاعت المنتج اللي هو بيجمعها تحت بير السلم لان هو لسه ما بقاش مصنع. طبعا الكلام ده بيأثر علينا احنا اثر كبير جدا. ده لا بيدفع تأمينات ولا بيدفع ضرائب ولا عنده اي التزامات تجاه الدولة
حتى العمال اللي بيجيبها دي عمال يعني شبه عمال مؤقتين بيجيبهم لمصلحة مؤقتة، مجرد ما خلصت المصلحة وجمعوا المنتج هم بيمشوا تاني، على بال ما بيجيب منتج تاني بيجيب عمال طبعا غيرهم. طبعا العمال دي مش مدربين، بيقفلوا المنتج بأي وضع وخلاص، المهم ان هو يخرج في الشكل النهائي شكل منتج. علشان نعمل مقارنة ما بين التكلفة بتاعة المنتج اللي طلع تحت بير السلم والمنتج اللي طلع في منشأة صناعية بتدفع ضرائب وبتدفع تأمينات وبتدفع أرباح تجارية وبتدفع ضرائب بقيمة مضافة، وفي التزامات كتيرة جدا على المصانع بخلاف المصروفات اليومية الطبيعي بتاعة المنشأة الصناعية. الحل طبعا بسيط جدا، وانا اعتقد ان السادة المسؤولين هم بالفعل في الهيئة العامة للتنمية الصناعية بيتجهوا للحل دون. بس الكلام دون يعني انا سامع ان بقالهم فترة كبيرة بيتكلموا فيه، ارجو ان الكلام ده بالفعل يطبق على ارض الواقع بسرعة، وهو ربط المنافذ الجمركية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، والغاء التعامل بشهادة الاستيراد الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار، لان هي دي اللي بتستغل للأسف للمصانع اللي هي تحت بير السلم، المصانع اللي مش معتمدة. هذا البرنامج برعاية مصنع آل جاهد للصناعات النسيجية، يتقدم بالشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي لقراراته وتفعيلاته في مجال الصناعة. رئيس مجلس إدارة محمود مجاهد، العاشر المنطقة الصناعية. مجموعة إيجا الصناعية لصناعة الغلايات، محضر الطعام، المكانس الكهربائية، الدفايات، التكييفات الصحراوية، شاشات التلفزيون، فرن حراري، صناعة مصرية بتقنية عالمية. رئيس مجلس الإدارة جمال الدسوقي، نائب رئيس مجلس الإدارة عصام الدسوقي. المصنع 6 أكتوبر، المنطقة الصناعية الثالثة، المعارض أرض شريف وحمام الثلاث وشارع عبد العزيز. تليفون 012-76-020-600. مجموعة حمادة زايد لإنتاج قطاعات الحديد، يهنئ الشعب المصري بالمولد النبوي الشريف. اكتوبر اوشيم، رئيس مجلس الاداره حماده زايد. تليفون 010-16-335-27. مدارس وادي الملوك الخاصه بالاسكندريه، كي جي، ابتدائي، اعدادي، معلمين متدربين، إدارة متميزة. رئيس مجلس الإدارة إبراهيم أبو العلا، العجمي أبو يوسف، الكيلو 18.5، شارع عبير الزهور. تليفون 012-24-10-79-57. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد ما سمعنا طبعا في تقرير سريع رأي أحد القائمين على المنابر الصناعية في مصر وقضية مصانع تحت بير السلم. مش هنتكلم بطرح لا يليق بفكر الرئيس الذي نستضيء منه الطريق، هنتكلم بدعم للصناعة، هنتكلم بإن ضروري اللي بنقوله يؤخذ به، وإن كان هناك خطوات كخطوات السلحفاء في بعض الإصلاح في مجال الصناعة، ولكن احنا عايزين بسرعة يكون في انتباه، يكون في تجديد، يكون في قرار
عشان ما يطلعش من تحت بير السلم ومصانع تحت بير السلم صناعات رديئه تسيء الى سمعه الصناعه المصريه، ثم لا يستطيع القائمين الفعليين على الصناعه الملتزمين مع الدوله المنافسه معهم في هذه المصنوعات. كمان موضوع هنتكلم فيه هو موضوع الاراضي، موضوع الاراضي الصناعيه اللي بيمنح، واحنا قلنا اكتر من مره، لناس هم كل هدفهم يبيعوا ويشتروا يستثمروا، مش هنقول سماسره، هنقول السادة المحترمين اللي بيقدروا عن طريق علاقتهم بالأجهزة ياخدوا الأراضي، وينتظر أصحاب المصانع الحقيقيين الحصول على قطعة أرض لتوسيع مصانعهم أو لدعمها أو لإيجاد مساحة أكبر، لكن ما بيقدروش ياخدهم إلا عن طريق السمسار. وأنا لما بقول السمسار هو ما وراهوش شغلانة غير إنه ياخد الأرض دي ويبدأ يستنى يسقعها، او يشوف حد من اصحاب المصانع اللي عايز يشتري يبيعها له بسعر فرق جامد عن سعر الدولة، وده طبعا بيضاف على ثمن الصناعات على الانتاج الذي يتم انتاجه المصانع، وبالتالي بيوصل للمستهلك بسعر عالي، كما انه لا يستطيع ايضا ان ينافس في السوق. عايزين نبدأ يعني نحط نقطة على حرف في موضوع الاراضي الصناعية. في ناس كتير ملتزمة محترمة بتشتغل بتصنع بتشغل عمال بتصدر كمان عشان تجيب عملة صعبة، وده الأهم. بقول ان الناس دي لازم نبدأ نتواصل معاهم، الناس اللي قدمت اكتر من مرة واثنين وثلاثة عشان تاخد قطعة ارض توسع شغلها مش قادرة، الناس اللي فعلا لهم تاريخ صناعي ممتاز وموجود، لكن انا مش عارف ليه الاراضي بتوصل لناس ما لهمش في الصناعة، مجرد ان هم لهم علاقات بالمناطق الصناعية او القائمين عليها، وتبدأ الاراضي تبقى صعبة الحصول عليها بسعر الدولة، ينتظر هو مضطر انه يكمل او يوسع مصنعه، يبدأ ياخد من ايد تانية او ايد تالتة المكان اللي هيعمل فيه مصنع. في الحقيقة احنا زرنا في منطقة العاشر محمود مجاهد رئيس مجلس ادارة مصانع آل مجاهد للصناعات النسيجية في منطقة العاشر، واتكلم معانا في الجزئيه دي، وقال انا قدمت اكتر من مره لكن مش عارف ليه الاستجابه ما بتحصلش. في الوقت نفسه بيقدر اي شخص داخل على الصناعه يلاقي فرصه انه يحصل على مصنع او على ارض من هؤلاء السماسره اللي مش قادرين نقضي عليهم، وانا لما بقول مش قادرين بقصد صغار المسؤولين عن الصناعه اللي عارفين ازاي ده بيتم، لكن انا اعتقد ان الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن يلتزم بمنهجه ان شاء الله هنقدر نقضي على كل سماسرة الاراضي الصناعية، ونقدر توصل الاراضي لاصحابها او للقائمين بالفعل على الصناعة. عشان كده كان لقائنا مع محمود مجاهد رئيس مجلس ادارة مصانع آل مجاهد النسيجية للصناعات النسيجية. عايزين نشوف الراجل في رسالته لوزير الصناعة قال ايه. ثواني وارجع لكم تاني. بكل صراحة الوضع الحالي في مصر على الرغم من وجود السوق اللي يناسب اي مستثمر سواء مستثمر اجنبي او مستثمر محلي بامكانياته المادية وامكانياته الاستهلاكية، اللي ان الصناعة النهاردة بنقول بتتحارب جوه البلد. بمعنى نقول اول نقطة واهم نقطة موضوع عدم استقرار الدولار في مصر بيأثر عليا بالسلب، لان انا اتفاقي النهاردة مع عميل ايا كان هو بسعر وليكن مثلا 10 جنيه للكيلو، على اساس ان الدولار النهاردة كان عامل 17.66 وكان استقرت الامور، وفجأة الاقي سعر الدولار رفع ل 17.80 17.90. هزة الدولار لو قرش واحد كل يومين ثلاثة بتأثر على الـ على الـ على الـ على اتفاقياتي بالكامل. فعشان كده اتفاقي بدل ما افتح لنفسي مجال ان انا اشتغل 10 20 طن، بلاقي نفسي مرتبط ان انا اتفق يوميا في طن في 2 طن في نص طن، بحيث ان انا ما اقدرش اجازف واتفق على كميات اكبر، لان السوق بيتغير والسعر بيتغير كل يوم. وعدم الاستقرار ده بيسبب لنا مشكله شخصيه مع انتاجي ان كان في اليوم انتاج مثلا 100 كيلو 200 كيلو، الاقي نفسي بكره ال 200 كيلو بعتهم النهارده بالسعر اللي انا هشتري بيه الخام
بعد بكره في عدم استيراد الدولار الماده الخام نفسها، انا بستوردها النهارده مثلا بشتريها من مستورد بسعر، وفجاه استقرار سعر الدولار بتثبت السعر وبشتغل والامور بتستقر. عدم استقراره في حد ذاته بيأثر عليا ب المستورد نفسه بيغير السعر كل يوم، بالاضافه الى العوائق اللي بتنحط قدام قطع غيار الماكينات نفسها انها بتتغير يوم عن يوم. العوائق الجمركيه بتتحط في الجمارك كل يوم بمقر جديد في الجمارك، الحاجه بتتعطل في الجمرك بدل ما اطلبها في يوم تيجي في اسبوع تيجي في شهر. انا مثلا كمستثمر وكصاحب مصنع نسيج بطلب قطع غيار للمكن بتجيلي من بره لان الحاجه دي مش متوفره وما بتصنعش جوه مصر، فالطبيعي والمعتاد ان انا بطلبه من الوكيل او المستورد لقطع غيار المكنه. المستورد ممكن انا طالب النهارده اوردر، بقالي النهارده حوالي 40 يوم منتظر الاوردر يوصلني، الاوردر موجود في مطار القاهره تقريبا بقالي 15 يوم، كل يوم اكلمه يقول لي والله اللي هو موجود في الجمارك بس الجمارك بتحط لنا عوائق وبتطلب طلبات تعجيزيه مش عارف ادخل الحاجه، لازم يرجع تاني لبلد المنشا لحد ما ترد عليه وتبعت له الورق بتاعه او تكمله، يقعد له يومين ثلاثه اربعه خمسه في الوقت اللي انا فيه ما كان واقف منتظر قطعه الغيار. انا عن نفسي وعن شخصي انا الاسبوع حوالي 20 يوم تقريبا كان في ارض صناعيه في مدينه بدر وتوجهت الى هناك، كنت الساعه 8 الصبح موجود في هيئه التنميه الصناعيه، خرجت من هيئه التنميه الصناعيه الساعه 9 بالليل. وده كله مسبوط بالورق وفي لحظه دفعنا الفلوس في الخزنه ومشبول كلام بهول او بحاول افجأ الواقع الفعلي ده حصل. الاقي معايا حوالي يمكن كل 100 اسم موجودين اعرفهم موجودين في المكان، الاقي 50 60 70 واحد مالوش علاقه بالارض ومعاه سجل صناعي ومعاه سجل تجاري ومعاه بطاقه ضريبيه ومعاه مهنه ومعاه وظيفه، هو في الواقع الفعلي مفيش اي شيء على الواقع. والمستثمر الاصلي اللي هو صاحب الحق في الارض يطلع من المورد زي ما بنسميها احنا بلا حمص. هسمع كلامك علي ملي عينك تملي، انت بايدك هتخلي بلدك بالسما تبقى هادية، ابن مصر ده من قده من ده اللي استاذ ريته رجالتنا بيتغذوا باللي بيجي. هسمع كلامك علي ملي عينك بنتكلم على طمع كسل، هو عايز يشتغل على مكتب ما فيش جهد، ان بذل جهد يهرب، ان يدور على المكان اللي فيه العائد المادي اعلى والجهد اقل. اقول له معالي الباشا مصر امانه في ايدينا كلنا، يا ريت موضوع الارض يبقى فيه حزم، فيه قوة وفي ضرب بحديد على يد من كل من هو عابس في الارض الصناعية في مصر. انا بدور على ارض صناعية وبشتريها بره باضعاف الاضعاف الاضعاف اللي حضرتك عرضها في 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 في, في, في الهيئة التنمية الصناعية. انا محتاج ارض اكبر مشروعي. في العاشر من رمضان ما عرفتش اخد استلم، قدمت بدل مرة خمس ست مرات. قدمت في بدر اخر تقديم حضرتك اللي نازل من حوالي 20 يوم او شهر تقريبا، وللاسف بكل مره بتنزل القرعه بلاقي معظم اللي خدوا ارض سمسره وليس مستثمرين. تتباع بعد شهر بعد اثنين ثلاثه باضعاف الاضعاف اللي الدوله بتنزلها. مصر امانه في ايدينا ولازم نحافظ عليها كلنا، ودي رساله بوجهها لسيادتك علشان نتقدم ونتطور ونعيش مع الركب الحضاري مع العالم كله. للاسف يا سياده الرئيس ما فيش حاجه اللي حضرتك بتعمله فوق ما بنسمعش عنه حاجه تحت. احنا هنا في اي شيء تتوقعه بالسلب وليس بالايجاب. سعاده الرئيس حضرتك بتعمل للكل، وللاسف الشديد كل اللي حضرتك بتوجهه بيوصل لينا بالعكس.
يا ريت يا ريت يا ريت حضرتك تهتم بالصناعات الصغيره، لانها تعتبر عمود فقري للصناعات الكبيره في مصر اللي بيها تزدهر مصر ان شاء الله. هذا البرنامج بالعهد مصنع قلب جاهر للصناعات النسيجيه. يتقدم بالشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي لقراراته وتفعيلاته في مجال الصناعه. رئيس مجلس اداره محمود مجاهد. العاشر المنطقه الصناعيه. مجموعه ايجا الصناعيه لصناعه الغلايات، محضر الطعام، المكانس الكهربائيه، الدفايات، التكييفات الصحراوية، شاشات التلفزيون، فرن حراري، صناعة مصرية بتقنية عالمية. رئيس مجلس الإدارة جمال الدسوقي، نائب رئيس مجلس الإدارة عصام الدسوقي. المصنع 6 أكتوبر، المنطقة الصناعية الثالثة، المعارض أرض شريف وحمام الثلاث وشارع عبد العزيز. تليفون 012-76-020-600. مجموعة حمادة زايد بإنتاج قطاعات الحديد. يهنئ الشعب المصري بالمولد النبوي الشريف. أكتوبر أوشيم، رئيس مجلس الإدارة حمادة زايد. تليفون 010-16-335-27. مدارس وادي الملوك الخاصة بالاسكندرية، كي جي، ابتدائي، اعدادي، معلمين متدربين، ادارة متميزة. رئيس مجلس الادارة ابراهيم ابو العلا. العجمي ابو يوسف، الكيلو 18 ونص، شارع عبير الزهور. تليفون 012-24-10-79-57. مشاهدي الكرام، عدنا اليكم وخدنا مساحة لا بأس بها في ملف الصناعة. شفنا ازاي الرئيس بدأ يستغل زيارة بوتين ويطرح اول سوق مشترك او اول منطقة صناعية مشتركة ما بين روسيا ومصر. شفنا كمان ان بعض اصحاب المصانع القائمين بيرفعوا نداء بكيفية محاربة مصانع تحت بير السلم. شفنا كمان احد اصحاب المصانع بيتكلم عن عدم استطاعته الحصول على ارض صناعيه رغم انه قائم بالفعل وبيشتغل، لان السماسره يعتبرون هذا الطريق واقفين. في علاقه ما بين اللي بيمنح الارض للسماسره ويبدا صاحب المصنع ما فيش قدامه غير انه يشتري من السماسره باضعاف اضعاف زي ما ضيفنا قال في اللقاء. هنستكمل في ملف التعليم، الملف الثاني اللي احنا واخدينه، وبنتكلم عن تطوير التعليم. اللي في كتير من المستشارين، مش بقصد المستشارين للوزير، في ناس ايديهم في العجينة فعلا، اصحاب مدارس شايفين نقاط هامة جدا يمكن نستفيد منها في كيفية تطوير التعليم. هنتكلم في المرحلة الجاية عن تفعيل الانشطة وازاي البرنامج بدل ما يصور تفعيل الانشطة لا يجسدها لدى الطالب، بانه هنبدأ ان شاء الله نعمل مسابقة على مستوى المدارس اللي زرناها على مدار العامين اللي فاتوا. هنبدأ ناخد هذه الأنشطة ونبدأ نطرحها أمام لجان مسؤولة لاختيار أفضل المدارس في تفعيل الأنشطة. وباختصار شديد قالها لي أحد مستشارينا في التعليم وهو الأستاذ إبراهيم أبو العلا، رئيس مجلس إدارة وادي الملوك. قال إن هناك خطط كثيرة لتطوير التعليم اللي جزء منها تفعيل الأنشطة. وببساطة زي ما بقول لكم ان تفعيل الأنشطة ده بيحصل ازاي. بيحصل ان الطالب طاقته اللي بيحب فيه، ان كان فن او رياضة او موسيقى او منهجة مسرح او مسرحة منهج عفوا، هذه المواد التي يرتبط بها الطالب ارتباط وثيق، يبدأ حابب المدرسة، حابب يقلل نسبة الغياب اللي منتشرة بطريق غير عادي. انا بقول لك يا وزير التعليم، نسبة الغياب، ودي ثقافة اسر النهاردة، نسبة الغياب غير عادية، وبالتالي مفيش دافع لدى المعلم ان يقف يلاقي طلبة يشرح لهم، وبالتالي بيلاقي وقته في الدروس الخصوصية.
ومعانا اتصال تليفوني استاذ ابراهيم ابو العلا رئيس مجلس اداره وادي الملوك بالاسكندريه. مساء الخير يا فندم. اخبار حضرتك؟ كلمتيني في تطوير التعليم، وانت عارف ان حضرتك ضمن المستشارين الكبار للبرنامج والقناه، عن فكره تطوير التعليم، يا ريت تكلمني في عجاله عن ما يجول بخاطرك يعني. وهو الحقيقه موضوع تطوير التعليم ده مش يعني عاوز له حلقه او حلقتين وثلاثه، بس انا هديك الموضوع بايجاز شديد. يعني احنا الغرض من تطوير التعليم لازم يكون لنا رؤيه لتطوير التعليم. اولا احنا شايفين الضغوط اللي بيعاني منها اولياء الامور في المصاريف، دي حاجه. الحاجه الثانيه، شوف الطالب بيتكلف الدوله قد ايه في الوقت الحاضر من التكاليف. الدوله بتشيل النهارده على الطالب اللي في الحكومه 5000 جنيه تكلفة الطالب. عايز بقى يعني احنا الغرض من تطوير التعليم ان احنا نخفض التكاليف دي كلها، وندخل تطوير التعليم في نهرة اقتصادية برضه. يعني انا دلوقتي المدرس يوم ما يكون دوره لا يمثل 20% مع الطالب، والطالب يعتمد على نفسه اعتماد كلي، فهو ده اللي هيوفر لي، هيوفر لي الكتاب، هيوفر لي الوقت، وفر لي الدروس الخصوصية. الدروس الخصوصية النهاردة كل بيت من البيوت بيتحمل أكثر من 75-80% من دخل الأسرة للتعليم بس بدروس. إبراهيم بيسمح لي، طالما اتكلمنا عن الأسرة ودورها في تطوير الأسرة، لها دور طبعا لأن هي مهتمة بالمنتج، بالطالب نفسه لأن أولادها. النهاردة ثقافة تغيب الطلاب واضحة جدا في معظم المدارس، كيف نستطيع ان نقضي على هذه الثقافة؟ كيف نستطيع سواء بتفعيل الانشطة او بالتواصل مع اولياء الامور او بالتواصل حتى خطابات الغياب التي تصل، وودن من طين وودن من عجين، هناك غياب غير عادي في المدارس، عايزين كيف نستطيع ان نعالج هذا؟ اثرت نقطة مهمة جدا جدا يا استاذ عبد اللطيف، وموضوع الغياب. موضوع الغياب ده جاي من قلة ثقافة ولي الأمر عن دور المدرسة. هو عنده عادة، عادة إيه هي؟ الدروس الخصوصية. لو الطالب ما راحش المدرسة هيعوضه في البيت من مدرس خصوصي، يقول لك أنا كده كده بدي الطالب ابني درس، هو دي المدرسة ليه؟ شيء طبيعي. فإذا إحنا دلوقتي لو حددنا بالظبط العيل شغال عشان يخش الامتحان، يعني هو محتاج لولي، محتاج للمدرس، يوم ما نحسسه ان احنا مش بحاجه للمدرس يبقى كده هيجي المدرسه. هو ده الفكر بقى الجديد يا استاذ عبد اللطيف. انا عايز اقول لحضرتك ابراهيم بيه، يعني احنا هناك الملف التعليم من الملفات الشائكه التي تحتاج يوميا الى مناقشات والى اراء والى طرح افكار المستشارين فيها، ولكن كلما دخلنا من زاوية نجدها تتفرع الى زوايا عديدة. يعني مرة نشوف ثقافة ولي الامر، ومرة نشوف ثقافة المعلم، ومرة نشوف ثقافة القائمين على العملية التعليمية نفسها كمسؤولين او كاصحاب مدارس او كمديرين. هناك يعني فروع كثيرة تتفرع بنا ولا نجد طريق او مسوى لوضع حلول ننقذ بها التعليم، وخصوصا هنا اضع خط او مجموعة خطوط تحت كلمة التعليم الصناعي الفني لدعم الصناعة في مصر، وتناقشنا فيها في لقاء مع حضرتك. ياريت تكلمنا عن وجهة نظرك في كيفية الاستفادة بسرعة من اجل تطوير التعليم وتطوير التعليم الفني تحديدا، حتى نستطيع ان نلحق بالدول الكبرى لشغل هذه المصانع التي قد تهوى نتيجة عدم وجود ايدي عاملة. هي الحقيقة هو موضوع التعليم ده هي منظومة، منظومة التعليم منظومة مرتبطة بالاقتصاد، مرتبطة بالسياسة برضو اللي في البلد. النهاردة القيادة السياسية همها الشاغل النهاردة التعليم، ده واضح من خطابات الرئيس على مدار كل خطابات فاتت، اهتمامه جدا جدا بالتعليم. والحقيقة يعني انا عاوز اقول لحضرتك
حاجه مش بنطبل للوزير الجديد، لا حقيقي انا بقول الدكتور طارق شوقي هو اول وزير تربيه والتعليم بعد طه حسين. خد سجل الكلمه دي عند حضرتك. انا مسجلها بس عايز اسالك سؤال في قرار الوزير، بان اول مره في حياتنا نسمع ان يتم رفع قيمه المصروفات في نفس العام لتسديده، دي جديده علينا يعني بصراحه. بص حضرتك انا مش هجامل السيد الوزير، انا بقول لك انا شخصيا كصاحب مدرسه، انا كصاحب مدرسه لا تزيد المصاريف الا عن طريق وزير التربيه والتعليم، ودي عباره عن شرائح، كل مدرسه بينزل لها شريحه كل سنه بتزيد على المصاريف، اي مدرسه بتزود عن الشريحه الراجل ما بيسكتش. يا فندم النهارده في قرار قبل ال 30 قرار اللي طلع بهم لتطوير التعليم من وجهه نظره ان هتزيد المصاريف، عايزين يعني نقول ازاي ولي الامر وحضرتك في النص ما بين قرار الوزير وما بين ولي الامر، ازاي انا هدفع لابني بعد ما دفعت له مصاريف السنه دي فلوس ثانيه زياده ازاي؟ ده اعتقد يا استاذ لطيف ان دي معلومه غير صحيحه. ما انا بشك في كده يعني. انا باكد لحضرتك ان دي معلومه غير صحيحه، لان في اجهزه متابعه دايما ومستمره من قبل مديريه التربيه والتعليم. استاذ ابراهيم ابو العلا رئيس مجلس اداره مدارس وادي الملوك الاسكندريه، بشكر حضرتك وان شاء الله احنا في انتظارك الحلقه الجايه عشان نتوسع في كيفيه تطوير التعليم. شكرا يا فندم. مشاهدي الكرام، هناك اراء كثيره وهناك محبي للوطن وهناك مستشارين داخل العمليه التعليميه يعرضون الكثير والكثير، ولا زلنا نفتح ملف التعليم في مصر، وزي ما بقول عايزين نطور اي حاجه لازم نبدا بالتعليم، لازم نبدا من تاسيس اجيال جديده. النهارده الاجيال الموجوده عندها ثقافه التشغيل، عايزه زي ما سمعنا في احد اللقاءات يخش يقعد على مكتب وتكييف وياخد 15000 دولار ويمسك موبايل ويمسك لاب، ده كل فكر او معظم فكر الشباب. حد يقول لي طب المصانع اللي شغاله ازاي؟ والله بيلصموا فيهم، والله بيلصموا في العمال علشان يفضلوا مكانهم، وانا قلت في اكتر من مره لازم زي ما عملنا قانون للعمال لازم نعمل قانون لحمايه المصانع من بعض العمال. يعني ما حدش يقول لي انت بتمشي ضد الغلبان او بتيجي مع صاحب، انا ماليش دعوه بصاحب المصنع، انا ببص للصناعه بصفه عامه كيف نحميها من بعض العمال او الثقافات التشغيليه اللي هتؤثر بالفعل سلبا. لازلنا في ملف التعليم وبتكلم وبقول ان برنامج حراس الوطن طرح جديد هو اقامه مسابقه بين المدارس التي قمنا بزيارتها على مدار الاعوام الماضيه في تفعيل الانشطه، عايزين بالمتابعه ان شاء الله في كل حلقه نجيب مدرسه نشوف اهم الانشطه اللي بتفعلها ونطرح ده في لجنه كبيره على مستوى الوزاره يبداوا يقيمونا مين افضل مدرسه ومين هو الشخص اللي باسم المدرسه في اي نشاط تم حصوله على درجه. ده هنشوفه في الحلقات الجايه، لكن قبل كده عايز اتكلم في قضيه انا مش عارف هم ليه ساكتين عليها، هم مين؟ هم اعضاء مجلس الشعب. هم مين؟ هم لجنه الاسكان. هم مين؟ هم المهندس يسري المغازي واخرين، لان هم ملاك ابراج. ما همهمش الموضوع، ما فتحوهوش، ما اشتغلوش فيه، كل اللي يهمهم قانون الايجار القديم، عشان هم اصحاب بيوت عايزين يمشوا المستاجر، عايزين يشوفوا له مصيبه تاخده وهو يهد ويبني ويكسب، ومش مهم الناس تنام في الشارع. اما قانون الايجار الجديد ما حدش عاد سامعه، خلاص الناس مجهودها فيه راح، قال لك احنا هنقعد نتكلم كل يوم ومفيش حد هيعمل حاجه. انا بوجه نداء الى الرئيس الحبيب عبد الفتاح السيسي بوضع اشاره على قانون الايجار الجديد. قانون الايجار الجديد يا سياده الرئيس انا قلت اكتر من مره انه بالفعل بيتسبب في اهلاك ال 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 الاساس بتاع كل بيت، كل سنه بيضطر ينقل من مكان لمكان وده بيهلك في الاساس. قانون الايجار الجديد بيؤدي الى اهلاك
فكر الاجيال القادمه. يعني الاولاد النهارده في المنطقه دي لهم اصدقاء بيفاجئوا بانهم راحوا منطقه تانية لهم اصدقاء تاني بشكل تاني طبقا للخريطه الاقتصاديه بتاعت ابوهم. ممكن يكون مأجر في المره الاولانيه في منطقه معقوله يبدا يضطر عشان ينقل بسرعه لان عقد الايجار خلص بعد سنه، يروح منطقه تانية يقوم يشوف منطقه اقل ثقافه تؤثر سلبا على ابنائه. ومش بس كده، الاولاد نفسهم بيعانوا كل سنه اولياء الامور نتيجه هذا القانون لنقلهم من مدرسه لمدرسه. وتيجي بدايه العام الدراسي الجديد ونبقى بنلف حوالين نفسنا ومش فاهمين ليه ولي الامر عايز ينقل ابنه من هنا وعايز يوديه هنا. هو عايزه طبعا يعني، وده القانون بيديله حق اقرب لمنطقه السكن. قانون الايجار الجديد، وانا بقول لجنه الاسكان ما يهمهاش لان هم ملاك ابراج، هما ما يهمهمش الا اذا كان عندهم بيتين ثلاثه قدام يمشوا اللي فيه ويشوفوا قانون الايجار القديم. اما قانون الايجار الجديد ما حدش بيتكلم فيه. انا لو فتحت مداخلات النهارده قدام الساده المشاهدين عن قانون الايجار الجديد سواء لدكاتره علم النفس او لكل من يستطيع ان يتحدث عن هذا الموضوع، انتوا هتزعلوا. هتزعلوا بالفعل. احنا سبب اللي فيه وسبب المرحله اللي احنا فيها والمؤثرات الضعف التي نستشعرها جاية من قانون الايجار الجديد. الاستقرار مهم جدا جدا، لازم النهاردة كل اللي مسؤول محدش يقول لي ما الدولة ما بتبني شقق. انا حقف لغاية هنا، مش خوف ولا فلسفة مني، اقول احنا منتظرين تسليم الشقق. لكن مهما بنينا شقق وفي قانون بياخد من المواطن، في ناس مش قادرة تدفع ثمن الشقة. ومعنا اتصال تليفوني، هيثم. اتفضل استاذ هيثم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك حضرتك يا استاذ عبد اللطيف؟ اتفضل. والله انا كان عندي مشكله صحيه كده من 2006 يعني. اتفضل. حياتي كلها اصبحت بسببها متدهوره يعني. انقطعت عن التواصل وكملت الجامعه بسببها، طبعا انقطعت تماما عن العمل. توضيح الكلام بس يا استاذ هيثم، عايزك بالراحه كده ووضح لي الكلام عشان اللي بيشوفنا يعرف ايه موضوعك. أنا طبعا 2006 طبعا وأنا بعاني معاناة شديدة جدا يعني، أنفقت كل ما أملك على الفحوصات والكشفات ورايح وجاي مواصلات بسبب المرض ده طبعا. فطبعا أغلب الأطباء في القاهرة في محافظات كتير قالوا لي ده مرض نادر اسمه التهابات في القشرة المخية مؤثرة على جزء المخ. علاجه مش هنا أصلا، علاجه في برلين في ألمانيا. وطبعا بسبب المرض ده طبعا حياتي كلها تدهورت. انت بتعاني من مرض، وزي ما انا عرفت في اتصالك وتجهيز هذا الاتصال ان انت بتبحث عن احد المسؤولين يساعدك في السفر للعلاج خارج مصر. تمام. او حتى حد من الاطباء المصريين المقيمين في المانيا يعني هو يتبنى حالتي بس مش اكتر. انا مش عايز حاجه خالص الا اي حد طبيب اي حد يتبنى بس المشكله بتاعتي يحلها. بس صدقني والله حياتي كلها متدهوره جدا. صدقني في ناس اصحاب خير كتير بيشوفونا. والله انا متاكد. انت بس رقم تليفونك في الكنترول، وانا بقول لك انا متاكد ان هيظهر اطباء يساعدوك، هيظهر قادرين يساعدوك، هيظهر مسؤولين يقدروا يسفروك. زي ما سمعنا اول امبارح طفل صغير الميديا اثرت على مخه، راح رفع على الفيس انه عايز يبيع الكلى، نزلت الدنيا كلها عشان تساعده. احنا شعب طيب، شعب عطاء. انا بقول النهارده يا ريت دايما في كل حلقه بقول نشوف مين اللي جنبنا نقدر نساعده، نقدر نساعده باي حاجه بكلمه طيبه. احنا مش عايزين نفضل نتفرق، مش عايزين نفضل نقسم في بعض، مش عايزين. هدف اسرائيل النهارده القوة اللي خدها رئيس امريكا عشان يحط قرار زي اللي رجع فيه لاول مره لما حس ان في غضب جوانا كلنا، قال لك لا، علاقه امريكا بالدول مش هتنفع. موضوع تاني باكد ان قانون الايجار الجديد محتاج نظره، محتاج توجيه من رئيس الجمهوريه، محتاج من اعضاء مجلس الشعب. يا اما انا بقول لكم بصراحه، احنا لما اخترناكم علشان تحلوا لنا مشاكلنا، مش عشان تبصوا للمشكله من وجهه نظركم كاصحاب ابراج واصحاب عمارات. لجنه الاسكان بمجلس الشعب لازم تنظروا لقانون الايجار الجديد. ما ينفعش ان كل سنه اشيل حاجتي من الشقه دي اروح الشقه دي، واشيل من الشقه دي واروح من الشقه دي، واقول لك انا ماشي قانوني. لازم القانون يحط ضوابط المساله. ممكن يبقى 3 4 سنين الايجار حد ادنى. ما يقوليش بقى صاحب البيت عشان انا اجر 3 4 سنين عايز تامين 3 4 سنين. لازم يكون في ضوابط علشان نقف جنب الناس.
احنا بنتلصم عشان نشوف حاجة نساعد بيها الناس ونخفف عن الناس، عشان الناس احيانا بدون ثقافة تقول لك ده فلان اللي مسؤول. انا عايز نعيد المسؤولية الى من هو بالفعل المسؤول عنها. وانا بقول النهاردة لكل اللي بيشوفوني وكل اللي موجوعين من قانون ايجار الجديد، شاورهم على لجنة الاسكان في مجلس النواب، يبدأوا يشتغلوا، يبدأوا يحطوا ضوابط للمسألة، وحتى لو جاية ضد رغبتهم وضد ارادتهم، لانهم اصحاب منازل قديمة وكل هدفهم انهم ازاي يطردهم القائمين عليها، او ازاي يرفعوا يحطوا رفع للسعر عشان يضطر يسيبهم. انا اعرف قضايا كتير جدا جدا في مصر، ولو فتحت انا في ملف قانون الايجار الجديد وقانون الايجار القديم، انا متأكد ان لن يكفيني عشرات الحلقات علشان نبدأ نشوف ردود الناس. مشاهدي الكرام، بعد ما اتكلمنا في ملف الصناعة وملف التعليم وقضية قانون الايجار الجديد، انا بنتظر متابعيكم ليا كل يوم الساعة 10 كل يوم جمعة. بيهمني جدا ان انا اكون معاكم باستمرار، بيهمني ان انا اعلق على اهم الانباء، بيهمني حتى وان كان هناك بعض ما لا نستطيع الحظ به، ان انا احطه في نقط سريعة عشان تعرفوا ان ردود افعالكم هي اللي بتخلينا اعلاميين، هي اللي بتكبرنا. النهاردة اللي حطهم في منطقة الجيزة قنبلتين او جهازين للانفجار وتم السيطرة عليهم، شكرا لرجال الشرطة والجيش اللي تم السيطرة على ما تم العثور عليه في منطقة الجيزة، شكرا لكل من يعمل من اجل مصر، شكرا لكل زوج وزوجة وابن وكل اسرة مصرية تسعى اليوم، شكرا. وقبل ما اقول شكرا، حابب اختم بكلمة، ياريت لما كنا في يوم من الايام ضد الحزب الوطني وولعنا فيه وولعنا مبانيه، النهاردة يا ترى لو فكرنا في الاحزاب الورقية اللي موجودة ما شفناهاش في الشارع. معظم هذه الاحزاب النهاردة بيقعدوا مع بعض يشربوا شاي ويتصورهم ويقولوا على الفيس، وانا بقول وانا مسؤول ومستعد اواجه اي حزب في مصر انه يقول لي النهاردة ان انا بفعل حاجة في الشارع. يا سادة، يا نواب مجلس الشعب، يا مسؤولين الاحزاب، انزلوا الشارع شوفوا الناس عايزة ايه. احنا عرفنا من الصور اللي طلع على الفيس وما بتحلش اي مشاكل. مشاهدي الكرام، يوسفني ان اختم حركتي بهذه اللغة الصعيدة، ولكن دي حاجات تعب الناس بتكلمني فيها كتير. لما نزلت المنصورة امبارح لقيت ناس كتير عندها مشاكل. انا بوعدكم ان شاء الله في الحلقات الجاية هيكون دايما في تواصل على شاشة البرنامج او على ارقام التليفونات اللي بتحط على الشاشة وعلى صفحة التواصل الاجتماعي. انا منكم ولكم هفضل برنامج ده، هكبر بيكم، ارجوكم دائما انتظروني العاشرة مساء على قناة مصر البلد. تصبحوا على خير. مثلي ما يهمه بل من، انتم اصحابي الفخامة والزعامة وادري لن اكون في يوم منكم يشهد الله والزمن. انا حلمي كلمة واحدة ان يظل عندي وطن، لن اكون في يوم منكم يشهد الله والزمن. انا حلمي بس كلمة ان يظل عندي وطن، لا حروب لا خراب لا مصايب لا محن، لا حروب لا خراب لا مصايب لا محن. خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن، خذوا